مبدئيا اتمنى انه بتاريخ 31/7/2023 تم الاتصال ومعاودة الاتصال من الاخ ناصر من الخليج على الحاج وعد الله، مو التفصيل ان شاء الله سياتي، لان هذا الشخص قال ساثبت لك ان الصحابة لا يبغضون الامام علي عليه السلام ولا يسبونه. انا ما اعرف هذا الفيديو امتى ينزل لان عندي شغل جدا كثير وعندي يعني فيديوهات جدا جدا كثيره، ما اعرف الترتيب الزمني لانزال الوقت، لكن او لانزال الفيديو، لكن اللي افهمه ان شاء الله ان الاخ ناصر قال انه يوم 31/7 راح اتصل وابين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد. الاخ ناصر من الخليج يقول اريد انه اتكلم من دون ما تنزلوني كتعقيب مختصر. اخي العزيز احنا مو مثل البثوث السلفيه، وانا اتكلم كشخص ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اقول من اسره برنامج سؤال بري، واتشرف بهذا البرنامج الراقي البرنامج القيم سؤال بري. اقول ان برنامج سؤال بري والبرامج الشيعيه وبالاخص سؤال بري لا يحجر الراي، انما تكلم بما تريد لكن التزم بنقطه الحوار. لذلك انا اقول والحاج وعد والسيد ميثم وكل من يشارك في برنامج سؤال بري، تكلموا يا اخواننا، تكلموا بما تريدون لكن تكلموا وفق النقطه التي تبحث او المبحوثه في الورقه البحثيه. إذن الاخ يقول ان الامام علي عليه السلام لم يكن الصحابه يسبونه. الحاج وعد الله يبين له ان مروان بن الحكم قال انكم وانتم قوم ملعونون، اي او اهل بيت ملعونون. فالاخ يقول ان هذا الكلام خطا، الكلام لا يصح، وسيبين له الحاج وعد الله انه هذا الكلام هو الذي صح وكلامك الذي لا يصح، لان من دون دليل ومن دون استعراض حجة. إذا معاوية يسب أو يأمر سعدا بسب الإمام علي عليه السلام، أيضا يقول هذه من المعلقات، هذه لا تصح، أن تأتون بأشياء غير صحيحة. إذا هذا الأخ وعد بأن يكون الاتصال يوم 31/7/2023 بأن يعود الاتصال ويبين أنك يا حاج وعد الله تكذب أو متوهم بأن الصحابة يبغضون الإمام علي عليه السلام. نستمع ونعقب فخليكم من الفيديو. تفضل اخونا ناصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. حج وعد شلونك؟ اللهم ربي حفظك، رحمه الله على والديك. والديك الرحمه ان شاء الله، الله يبارك في عمرك. حجي الله يحفظك، ارجوك يعني ودي اتكلم وياك بس ما تنزلني، يعني كلام اخذ وعطاء. ليش انزل؟ ليش انزل؟ بالعكس، بس ليش انزلك؟ تفضل تكلم باللي تريد. الله يرحم والديك. سيدنا علي بن ابي طالب اسد المشارق والمغارب. ايه. كرم الله وجهه. زين. وين حكم خلافته؟ وين؟ حكم خلافته؟ في الدولة الإسلامية. وين الدولة الإسلامية؟ الله يبارك فيك. مكة، المدينة، العراق. الموقع. الكوفة. لا مو الكوفة، مكة والمدينة والبصرة. لا مقر الخلافة لسيدنا على الكوفة. بعدين بعدين نقل. لا انت قلت لي شوف هذا الظلم، انت ما سألتني وين مقر خلافته، قلت لي اين حكم شيء ومقر خلافته شيء اخر. جاوبتك عفواً اين حكم؟ قلت لي ما فهمت. صح ما فهمت. مقر الخلافة كوفة، المدينة وبعدين الكوفة. الكوفة، رحمة الله على والدك. والدي زين. خلال حكم سيدنا علي كرم الله وجهه 5 سنوات الخلافة أو أقل شوي أو أكثر، ما أدري يعني، هالحول صح؟ إيه صح. زين، خلال الـ5 سنوات هذه سيدنا علي كرم الله وجهه صاروا له شيعة ولا ما صاروا له شيعة أتباع؟ هو في زمن النبي له شيعة. لا خلينا في زمن سيدنا علي في الكوفة. لا يا حبيبي، أنا أقول لك في زمن النبي، يعني في زمن النبي شيعة وفي زمن علي شيعة وفي زمن أبي بكر شيعة، ذولا شيعة.
لا لا ما في ما في كل الكتب وانت تعرف وانت مو سيد العارفين ما في الا في صارت الاتباع سيدنا علي من بعد لا 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 في في ما ما دخلت بعبد الله بن سبع ما دخلت لا دخلني لا لا على واد دخلني دخلني وشوف من انا دخلك لو تدخل ما عندي مشكله دخلني بن سبع بن نبا بن اي واحد ما عندي مشكله انا ما اخاف اذا حقت تبعك احنا فاتحين بث فاتحين بث حتى نتناقش باخوه اذا وياك حق الله وكيلك اعلن امام الجميع فتريد تدخلني بابن سبا ما عندي مشكله انا رايي واذا تريد الدليل ما عندي مشكله انه في زمن النبي شيعة علي موجودين في زمن ابو بكر شيعة علي موجود في زمن عمر او شيخ وعد يا حاج وعد ترى دليل بانه اكو شيعة في يعني حتى علماءك ومراجعك ما في هذا الكلام الله يبارك لا لا في علماء يقولون وانا اقول وتريد الدليل قل لي الدليل الان انا ألزمك الزام شنو معنى الشيعة الشيعة بالقصد ما معناها الاتباع الذين يشايعون يعني يتبعون يعني انا لما الله يبارك احسنت 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 الذين يتبعون المحبين والمتبعين الاشياء هذه احسن في زمن النبي كانوا محبين ومتبعين لعلي بن ابي طالب ولا لا ما كان الشيخ حاج وعد سيدنا علي كل الصحابه بدون استثناء كانوا يحبون سيدنا علي وكانوا يحبون سيد ما في لا لا ما هذا كلامه خطا كلامه كان مو خطأ لعد ليش لعد ليش النبي إذا كان كلهم يحبون لماذا النبي صلى الله عليه وآله قال حب علي إيمان وبغضه نفاق وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه أنت تقولون محبة اي محبة محبة منو اللي يكره علي اللي يكره الشيخ منافقين هو قال بغض علي نفاق والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي لا يحبوني الا مؤمن ولا يبغضني حاج وعد حاج وعد الله يحفظك حاج وعد قسما بآيات الله وانت تدري وانت تعرف زين بان السنه وكتب السنه ومن من يوم خلق الله السماوات والارض وخلق الاسلام وخلق دين محمد السنه يحبون سيدنا علي وما حد يبغض سيدنا علي ولا يبغض سيدنا علي هذا خارج عن عن, عن احسن لا 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 خلي ألزمك ألزمك بهذا اللازم اسم انت قلت السنه يا احسن تبارك مروان سني ولا شيعي مروان ابن الحكم ايه سني اه زين شنو رايك اجيب لك الان مروان يقول لي الحسن والحسين انكم اهل البيت ملعونون لا لا هذا الكلام مو صحيح لا علماءك يقولون صحيح اجيب لك مع التصحيح اجيب لك مع التصحيح حاج وعد حاج وعد حاج وعد الروايه اللي راح تجيبها تطلع ضعيفه لا لا اجيب لك اياها مع التصحيح يا عمي 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 قسما بآيات الله اسمعني حاج وعد حاج وعد هذا شد يلا شنبلوا يا ذولا انت حاج وعد حاج وعد اتكلم الله يرحم والديك مولانا حيدر الحلو بس اتكلم ما دام تاخذ عمي عمي انا ملزم يا استاذ يا استاذ انا اجيب لك اياها مع التصحيح علماءك يقولون صحيح تقبل من اللي صحح من اللي صحح روايه بغض اهل البيت هذا الكلام مو صحيح زين هدوا شو رايك بصحيح مسلم صحيح ولا غلط صحيح مسلم في صحيح مسلم موجود اشياء واحاديث اسمح لي في احاديث صحيحه وفي معلقات يسموها معلقات البخاري فيها معلقات لا لا حديث ما معلق ما لنا علاقه الان في صحيح مسلم ما معلقه ما معلق وفي اسمح ما معلقه ما معلقه ما معلقه هذا موضوع ثاني المعلقات حديث مو معلق حديث معروف معاويه بن ابي سفيان انت وين سحبتني انا جيتك يا شيخ حاج وعد انت مو قلت ما في سنه معاويه سني ولا شيعي
يا اخي هذا انت جيت تبلع على الناس، تبلع عليهم بلوى. انا اسالك معاويه سني لو شيعي؟ معاويه سني، لا حول ولا قوه الا معاويه سني لو شيعي؟ يا ريال يا ريال، معاويه سني والحسن سيدنا احسن سني سني ماشي معك. خلي نثبت كلامك صح، اعطيني مجال، اعطيني حريتي، اعطيني حريتي، خلي اتكلم بحريه. رحم الله والديك. يلا وياك. طيب معاويه في صحيح مسلم يقول امر سعدا ما منعك ان تسب ابا تراب؟ سؤالي لماذا امره معاويه؟ اقرا الحديث زين. حاضر حاضر راح اقرا راح اقرا حاضر اقرا 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 من عيوني من عيوني راح اقرا الحديث. ما قال شو قال اقرا زين اقرا هذا الحديث هذا الحديث راح اقرا راح اقرا هذا صحيح مسلم وراح اقرا شوف هذا يقول هنا يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وابن اسماعيل بن زيد إلى أن قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية، أمر فعل أمر صح، أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا أمر فقال ما منعك أن تسب أبا تراب؟ فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله وعد الثلاث. سؤال أمره بماذا؟ يلا انت جاوب. حاج وعد علماءنا قالوا انتقاد مش سب، قالوا على 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 شو سوى علي؟ شو سوى علي وانتقدوا؟ الانتقاد مش إيه؟ سب شو سوى؟ لا قال ماما قال له تسب ما منعك ان تسب يا ناس تسب هاي امامك شوف امامك تسب هاي اللي عليها اصبعي تسب نعم. خلي نعم انت تريد كلام علمائنا ولا كلامك؟ لا هذا حديث هذا تسب شوف اضع لك وضعت اصفر تسب شرحوا الحديث يا حاج وعد اي اشرح لي اصبر انت انتقاد اي شو ماشي انا وياك انا وياك وياك عجيب اسمع انا وياك لا اسمع معناه انتقاد شنو سوى علي بن ابي طالب؟ ماذا فعل فانتقده؟ شنو سوى علي بن ابي طالب؟ حاج وعد الله يبارك فيك، انت جاي تفهمني لو ما تفهمني؟ حصل خلاف يعني حرام مثلا شنو سوى علي بن ابي طالب وتخالفنا معاه؟ ماذا فعل فخالفتموه؟ انتم جماعه معاويه، ماذا فعل علي فخالفتموه فانتقدتموه؟ يا جماعه معاويه يا أنصار معاوية سؤال واضح معاوية أمر أمرا شو اللي فعل علي فخالفتموه شو ذنبه شنو ذنب علي حدث شيء وصار هو شنو الشيء شنو الشيء ما هو الشيء ما هو بجاوب الناس ما أنا ما يمي كتب الحين ما يمي كتب لا أنت قول لي أي شيء لا عاد أنت شلون عرفت انتقاد شلون عرفت انتقاد اذا ما عندك كتب؟ علماءنا قالوا مين قال؟ يلا اعطيني عالم اعطيني عالم يا ابن الحلال انا اجيب كتب واقرا انت تقول اعطيني عالم يلا اقرا لي. مو هذا هيك ظلم والله ظلم حاج وعد قسم بالله العظيم ظلم اذا اقول لك علماءنا قالوا اعطيني اقرا العالم اقرا الحين ما عندي كتب الحين مين اللي عندك كلكم ما عندكم شوف انا اعطيك شهر والله العظيم شهر مش بكره شهر كامل لا بكره ما عندكم جواب والله ما عندكم جواب ورب الكعبه ما عندكم جواب لا قسم بالله عندنا جواب اصبر هدوا اصبر الان يسمعوني الاف الان فقط في التيك توك عندنا 1000 و2000 موجوده عندي في البرنامج الان في الفيسبوك الان علماءك يسمعون خلي انت ما عندك كتب هم عندهم كتب خلي يجاوبوني الان يعني معقوله 3000 انسان ما فيهم واحد أكو عالم خلي يجاوبوني اكو حاج وعد اكو شيء ثاني بعد انت ممكن 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 اسمح لي يا جماعه حاج وعد بعد في شيء ثاني
ممكن الحديث ضعيف، ممكن الحديث مجهول. في الحديث الحديث في صحيح مسلم وصار مجهول. خلي هذا الحديث عندك، بكره انا برد عليك، بكره انا جايك، بكره اذا تفتح بكره انا بجيك. يعني ما في واحد عندكم الان يستطيع ان يرد عليه، وانا قلت هذا الكلام. تفضل اترك. لا تقول ما يستطيع، لا تقول هذا الكلام. شيخنا انا انت سحبت. شيخنا انا يا رد، شيخنا انا يا رد، الله يرضى عليك. وكرر، اتمنى ان الاخ ناصر يكرر او يتصل في يوم 31/7، لان مهم جدا، لان هو بنى مداخله وعنده عقيده ويتكلم بكلام، لكن لما اجى الدور على 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 سرد الدليل قال انا لا امتلك الدليل. لذلك احنا راح ننتظره، وانا من كل قلبي انه اتمنى انه يتصل ويعاود الاتصال. اذا مروان يلعن معاويه يامر بسب الامام علي عليه السلام، وكل هذه الامور يغفل عنها ولا كانه. اذا اللي نريد نبينه ان الصحابه لا يحبون الامام علي عليه السلام، وهذه كلمه خاطئه مني، ان بعض الصحابه، لان هناك صحابه يجلون الامام علي عليه السلام ويحترمون، لكن من خرج بالدليل على انه يبغض الامام علي عليه السلام، ضد الامام علي عليه السلام، فهذا الشخص ملعون ولا كرامه، ونتبرأ منه. وهذه عقيده الشيعه، ونتمنى من الكل ان يتبنى هذه العقيده. اذا هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم من مداخلة الأخ ناصر الذي جاء يقول إن الصحابة يحبون الإمام علي عليه السلام، ولكن بعد استعراض الدليل قال أنا إن شاء الله سأعاود الاتصال. إذن هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم، انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خدمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.